أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. اليوم راح يكون في تغطية خاصة لآخر أخبار الأزمة الكورونا والإدارة الأردنية لهذه الأزمة، حيث تتواصل إجراءات قانون الدفاع في الأردن في هذا الوطن الغالي. لا زالت المؤسسات يعني في حالة عطل تام. اليوم قام الجيش العربي بمنع الدخول والذهاب ومغادرة المحافظات، يعني إجراءات حتى الآن يعني احترازية لمنع تفشي هذا الوباء. وحتى حينما نتحدث عن الأرقام فيما يتعلق بالإصابة بفيروس الكورونا، اليوم أيضا هناك حالة يعني استقرار. نتمنى كما أشرت بالأمس أن نصل إلى مرحلة الذروة وأن تكون الذروة في أدنى يعني أرقامها، وأن نبدأ بمحاصرة المرض والخلاص منه عما قريب إن شاء الله. اليوم أطل علينا دولة الرئيس، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، فكان هناك حديث عن إجراءات تتعلق بهذه الأزمة وإدارتها. نستمع لما قاله الرئيس ثم نعود بعد ذلك للحديث والتواصل حول الأزمة وآخر أخبار التفاعل الأردني معها. الإنسان أغلى ما نملك، أربع كلمات لكنها تغني عن مجلدات، قالها جلالة المغفور له الملك الحسين المعظم قبل عقود وقبل أن تصبح موضة بين قادة العالم. ويعزز هذه المقولة، مقولة الإنسان أغلى ما نملك، جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله بتوجيهاته للحكومة بوضع مصلحة المواطن في صلب كل سياساتها وإجراءاتها. جلالة الملك يتابع أولا بأول كل إجراءات الحكومة، أكانت متعلقة بوسائل الوقاية من فيروس الكورونا أو كانت متعلقة بالتعلم عن بعد لأبنائنا، ومخزون المملكة من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. الحمد لله أمورنا كويسة، نحن دولة قادرة قوية ومجتمع قادر وقوي. ولطالما أكد سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله على ضرورة تطبيق القوانين وإنفاذها، فالمجتمع القوي حقيقة هو مجتمع واع يعرف حقوقه ويعرف أيضا واجباته. قيمنا قيم النخوة والشهامة والإيثار والمروءة، هذه قيم ضاربة في تاريخ هذا الشعب العظيم، وتتجسد هذه القيم بالكثير مما رأيناه في الأيام والأسابيع الماضية من مبادرات فردية ومؤسسية، وأيضا ما رأيناه من كادرنا الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة يعملون على مدار الساعة، وما رأيناه من جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية والحكام الإداريين والبلديات من إجراءات ميدانية احترافية لحماية مواطنينا وحماية مناطق الحجر الصحي بكل حرص، والتأكد من أن الحركة والنقل تقتصر على الحالات الضرورية فقط، وما رأيناه أيضا من القطاع الخاص بشكل عام وصناعاتنا الدوائية وصناعة المستلزمات الطبية بشكل خاص، وما تقوم به هذه المصانع من زيادة إنتاجها والعمل على مدار الساعة. كل ذلك
مدعاة للفخر والاعتزاز، والشكر الجزيل أيضا للسلطتين التشريعية والقضائية على العمل بروح وطنية تشاركية، والشكر أيضا للسلطة الرابعة إعلامنا الواعي والمسؤول. بهمتكم جميعا سبقنا الكثير من دول العالم، وكنا أول من أوائل الدول التي شكلت خلية أزمة في 24 من شهر كانون الثاني الماضي، وبعد ورود معلومات من جمهورية الصين عن انتشار فيروس كورونا، وكان أول قرار اتخذته الحكومة إخلاء أبنائنا من الصين وبسرعة، ولم ننسى حتى في ذلك القرار إخلاء أشقائنا العرب من هناك أيضا، والحمد لله لم يصب أحدهم بالمرض. منذ ذلك التاريخ اتخذنا 130 قرارا وإجراء لحماية الأردن والأردنيين، وكان القرار 31 بعد 100 تفعيل قانون الدفاع الذي صدر بإرادة ملكية سامية وبتوجيهات ملكية واضحة، باستخدام هذا القانون ضمن أضيق الحدود واقتصاره على الأمور الملحة التي تنعكس على صحة المواطنين وسلامتهم، ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز هذه الأزمة. وقد عرضنا عليكم مجموعة كبيرة من القرارات في الأمس بالتنسيق مع البنك المركزي، وقرارات أخرى مهمة لوزارات عديدة، الطاقة والمالية والصناعة والتجارة والتموين والإدارة المحلية والمياه والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كلها تهدف للتخفيف على المواطنين وحماية مصدر قوتهم ومد القطاع الخاص بالسيولة اللازمة وخفض الأعباء المترتبة عليه جراء هذه الأزمة العالمية وضمان ديمومة المخزون. وسنعلن قريبا عن قرارات وإجراءات أخرى من شأنها مساعدة المزارعين والقطاعات المختلفة. في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة قد تكون المرحلة أصعب، سنبذل قصارى جهدنا، لكن الكمال لله وحده. إن شاء الله سنصيب، ولكن قد تخطئ، وفي حال أخطأنا نتعهد أمامكم أن نصوب المسار ونمضي إلى الأمام. وتكريسا لمبدأ دولة التكافل، ونظرا للظروف الاستثنائية ولمساعدة القطاع الخاص الركيزة الأساسية لأمننا الاقتصادي والاجتماعي وللحفاظ على الأمن المعيشي للعاملين والموظفين، وبمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 أصدر أمر الدفاع رقم 1 لسنة 2020 المتضمن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 واستبدالها بأمر الدفاع هذا. حمى الله الأردن قيادة وشعبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن أعزائي المشاهدين، استمعنا لدولة رئيس الوزراء يتحدث عن مجموعة من الأمور، أبرزها ما قاله في الأخير، ورح في سياق الحلقة نحاول نفهم لماذا قرر إيقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي واستبدله بأمر الدفاع. ما هي الغاية وما الفائدة من ذلك؟ لا ندري، ربما مجموعة من المختصين سيفككون هذا القرار الذي اتخذه دولة الرئيس. دولة الرئيس قال قد تكون هناك أيام وأسابيع وأشهر مقبلة صعبة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تكون كذلك. ثم قال أنه يعني سيحاولون أن يكونوا في موضع الإيجابية، ولكن إذا بدرت سلبيات سيقومون الأخطاء. يعني كل ما قاله دولة الرئيس يؤكد على أن الحكومة نوعا ما تشعر بالثقة بالنفس. يعني اليوم اللي بتسمع على دولة الرئيس بتشعر أن الحكومة بتشعر بثقة بالنفس، لأنه إجراءاتها نوعا ما تجد نوع من القبول الشعبي، التكافل الشعبي، التكاتف الشعبي، الرضا الشعبي. هناك أداء جيد أنا وصفته بالأمس، أبرزه أن الحكومة مبينة يعني في هذا في هذه الأزمة. وبجوز أنا حكيت امبارح أنه اليوم ما في رمي على مؤسسات غير الحكومة، اليوم الحكومة هي الحالة الواضحة، وهذا شيء يسرني أنا شخصيا ويعجبني. فمن هي السلطة التنفيذية؟ هي الحكومة. من هي صاحبة الولاية العامة في الدستور؟ هي الحكومة. وبالتالي عليها أن تقوم بالإجراءات وأن تتحمل المسؤولية، وأن يكون مشروع مواجهة الكورونا مشروع حكومة وليس مشروع يعني أطراف أخرى، بمعنى أنه إذا نجح نصفق لها، إذا فشل نطالبها بالتقويم ونحاسبها، وإن شاء الله راح ينجحوا في هذه المسألة. وأشرت أيضا بالأمس وقلت أن الملك نوعا ما اليوم يأخذ مكانا بعيدا، بمعنى الرعاية، هو يشرف على السلطات الثلاث، يشرف على الحكومة، أقر قانون الدفاع، قطعا أنه يشرف على المسألة ولا بد أن يشتبك معها، لكن ترك الأمر للحكومة. من الإبداعات في هذه الأزمة أنا باعتقادي تسجل لأمجد العضايلي، معالي أمجد العضايلي. ليش؟ أمجد العضايلي لم يقم باغتيال الوزراء واختطافهم ويصرح عنهم. يعني إذا بده يحكي وزير الداخلية هو يحكي القرار تبع وزير الداخلية، أو وزارة الصحة، أو وزارة التربية والتعليم، أو غيرها من الوزارات، الصناعة والتجارة امبارح سمعناهم، والطاقة وكل الوزارات كانت تحكي بالأمس. أمجد تعامل، معالي أمجد العضايلي، بطريقة أنه موجود يقدم، ثم بعد ذلك يأتي الوزير فيتحدث، بمعنى هو المتحدث الرسمي عن وزارته، هو الوزير. أمجد يدير العملية الإعلامية، وهذا جعله يعني يبتعد عن الأخطاء، لأنه إذا أنت بدك تروح على غير تخصصك قد تخطئ. أنت بتترك الأمر يعني الخبز لخبازه، وزير الصحة هو يحكي بالقصة هاي، وزير الصناعة والتجارة يتحدث بما يعني يتناسب مع هذا الأمر، اتخذت قرارات في قصة الطاقة، وزيرة الطاقة هي اللي بتتحدث. وهذا أشعرنا جميعا أننا أمام وزراء يجلسون على مواقعهم ويديرون الأزمة بمنطق اختصاصهم. يعني صحيح أنه قد تغيب أحيانا القدرة السياسية، لكن واضح جدا قدرة التكنوقراط موجودة، وبالعكس أيضا هناك قدرة سياسية. مثلا العسعس في إحدى لقاءاته وزير المالية مع إحدى القنوات الفضائية المحلية الأردنية سئل عن تكلفة الكورونا على الأردن، فراح بحركة خاطفة سياسية لم أتوقعها منه يعني وشخصية من السياسية، لكن بحركة خاطفة جميلة سياسية وتحدث، فقال لا عندنا مصابين وهذول أهم من التكلفة. يعني بدأت الحكومة تبطل محاسبين، وهذا الشيء جيد في هذه الأزمة. ولذلك بتصور الثقة اللي شفناها على ما دولة الدكتور عمر الرزاز سببها هذه المسألة، هذه المسألة المتعلقة بأنه الناس في رضا. طبعا رضا الناس له عدة أسباب وعدة زوايا، جزء منها يتعلق بأننا أمام أزمة وآفة وعلينا أن نقبل بقرار الحكومة مهما كان. ثم أنه كان هناك في ثنايا القرار الحكومي الذي عطل المؤسسات وأجلس الناس في بيوتهم قرارات يعني نوعا ما كانت جيدة صحيح، وأيضا هناك قرار يسجل للحكومة أنه جابت المحجورين والناس اللي كانوا برا الأردنيين وحطتهم في فنادق 5 نجوم، فلم يشكو أحدهم من ذلك، يعني بمعنى حققت لهم يعني ما لم تحققه دول أحيانا كبيرة وعظمى في هذه المسألة. فالحكومة سجلت أهداف في مرمى هذه الأزمة واستطاعت أن حتى الآن أن تحقق نجاحات نتمنى أن تستمر في النهاية. قطعا بعد نهاية الأزمة سيكون هناك كلف اقتصادية كبيرة علينا أيضا أن نتعاون في تجاوزها. بجوز هذا اللي أشر له دولة الرئيس حينما قال أن هناك أيام وأسابيع وأشهر مقبلة قد تكون أصعب. نعم هناك أيام صعبة، لكن الأهم أن نتجاوز الأمر تحت عنوان صحة المواطن، أن نقلل من خسائرنا، أن لا يكون هناك إن شاء الله ضحايا،
أن يعني نقدم نموذجا عالميا يعزز ثقتنا بأنفسنا، نقدمه لكل الدنيا، نقول نحن تمكننا في الأردن من تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر، يسجل للمواطن وعيه، يسجل للمواطن حرصه، يسجل للمواطن الأردني المتعلم أنه قادر على أيضا أن يتفهم ويستوعب ويطبق، بالعكس وهناك رقابة ذاتية منه فيما يتعلق بقرارات الحكومة وفي مواجهة أزمة الكورونا. فالأردني متعلم والأسر الأردنية متعلمة، وهناك تثاقف كبير موجود في كل مكان، ولذلك إحنا مؤهلين إن شاء الله لمواجهة هذه الأزمة. حتى الآن التزام الناس يعني بقدر أقول أنه جيد، وحكيت مبارح بالنسبة للسلطة التنفيذية الحكومة والجيش، ما دام الناس عطلناهم وقلنا لهم اقعدوا بدوركم بدهم يلتزموا، يعني مش مطلوب منه انه يتسلى الان، يعني المفروض انه يلتزم ويتجنب الاختلاط قدر المستطاع حتى نتجاوز هذه الازمه، فلو فرض على الناس مجموعه قيود اخرى، يعني انا معها شخصيا حتى يعني نعبر هذه الازمه الكبيره. في بعض الاخطاء صارت، يعني هذول التجار الجشعين، ومش كل التجار، يعني حاله استثنائيه، وتهافت الناس على السلع بجوز انه مش مبرر لكنه متوقع، يعني منخفض جوي احيانا بيصير في هذا الامر. على كل الاحوال ما يجري يعني نستطيع ان نفخر به، ونستطيع ان نقول اننا نضع قدما على الطريق الصحيح لتجاوز هذه الازمه، وان شاء الله رب العالمين في قادم الايام سنتمكن من تجاوز هذه الازمه. زي ما حكيت لكم حلقتنا اليوم راح تكون تغطيه خاصه عن ابرز ما يجري، ابرز الاحداث التي جرت، وسنسلط جزء منها للحديث عن ما قاله دوله الرئيس فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي. اسمحوا لنا نروح الان لوقفه قصيره ثم نعود لمواصله هذه التغطيه في اطار ملفات متعدده متنوعه.